انطلاقة جميلة من خلال برنامجنا بوجود أكيد ضيفة أبدعت في مجالها زينب الزيادي، مدرب تنمية بشرية وباحث في لغة الجسد وقراءة لغة الجسد. يعني للأمانة جدا أنا سعيدة بوجودك أستاذة زينب، والواحد محتاج كثر ما يقدر أنه يفهم أكيد اللي قدامه. طبعا اللي عنده خلفية وعنده بعض يمكن الأمور أو بعض المهارات اللي اكتسبها في أنه يعرف لغة الجسد اللي هو البادي لانجويج، راح يستفيد أكثر وأكثر في كثير من الأمور بالحياة. يعطيك ألف عافية. يعافيك. أول شيء حبيت أمسي عليك ومسي على المشاهدين، وأشكرك على أنك أعطيتيني هالفرصة أني أقدم هذا الموضوع ولو بعجالة. بس خلينا نبدأ أول شيء نتكلم كنبذة مختصرة عن لغة الجسد، ونقول هذه تعتبر نوع من أنواع الملكات. إذا أتقنها الإنسان بإمكانه وبسهولة قراءة الآخرين. حلو. يعني لو الإنسان عنده الأساسيات في لغة الجسد، على طول راح يعرف الإنسان اللي قدامه شنو نوعية الحالة النفسية اللي راح يكون فيها. ممتاز. لازم وضروري لما أنا أروح أي مكان أو أنا حتى عن نفسي أستفيد بلغة الجسد، أستفيد يمكن من خلال قراءة الإنسان قدامي، من خلال حركاته، إيماءاته، أنماطه. فاللي ما يعرف يمكن شوي صعب عليه أنه يقرأ يمكن لغة الجسد أو تعابير الإنسان الشخص اللي قدامه. فخلنا نتعمق شوي بالموضوع أكثر وأكثر، وندش ونعرف مفهوم لغة الجسد. شنو لغة الجسد؟ وشان أقدر أستفيد من لغة الجسد؟ أولاً، لغة الجسد كتعريف هي كل حركة أو إيماءة يقوم فيها الإنسان، إما عن طريق حركة الرأس أو تعابير الوجه أو نبرة الصوت أو حركة الإيد أو حركة الأرجل أو حتى الأكتاف. هذا الشيء. خلينا نبدأ من أولها. أنت قلتي أنا شلون أتعرف على الإنسان اللي قدامي أو أني أقرأ. نصيحة مني، أتمنى أن مو كل الناس، بما أن صار عندهم فضول أن لا والله إحنا نروح على طول نتعلم هذه اللغة وعشان والله أنا أعرف هذا الإنسان اللي قدامي، ها كذب علي، لا قاعد يقول الصج، لا بعدين يصير الحديث بيني وبين نفسي وأخلي الإنسان اللي قدامي لاهي في ملكوته. بس خلينا أول شيء نبدأ من البداية. ممتاز. احنا لما نبي نتكلم عن هذه الحركات، في علماء علم نفس قاموا في طريقة عشان يعرفون شنو الشغلات اللي بدت ان هي تصير يعني الأولية، هل هي كانت لغة الجسد او نبرة الصوت او الاتصال اللفظي. حلو. شافوا ان الاتصال اللفظي اللي يصير ما بين الناس هو فقط 7%. الاتصال عن طريق نبرة الصوت كان 38%. يعني المفاجأة كانت ان لغة الجسد خذت الحيز الكبير الا وهو 55%. يعني هذا دليل ان احنا اغلبنا مفضوحين من لغة جسدنا. من لغة الجسد. يمكن انا من خلال قراءاتي ودشيت دورات في بادي لانجويج وعرفت بعض الامور او كثير من الامور اللي الواحد بالفعل محتاجها ومحتاج انه يستفيد فيها. وحتى يمكن في بعض الامور اذا اقدر اعرف هالانسان هذا متردد او انسان صحيح. يمكن غير صادق. صحيح. فالواحد لما يكون يمكن ما اخذ هالدورات هذه راح يستفيد منها اكثر واكثر، حتى باماكن عمله، حتى من خلال اتصاله مع الغير. فلو بندش شوي ونتعمق يمكن في بعض الامور ونتكلم ان لغه الجسد تعتبر خلينا نقول مهمه للاتصال مع الاخرين، كوني انا ما اعرف يمكن لغه الجسد او مو ماخذه دورات، ما راح اقدر اتفاهم مع غيري او اني اتصل معه. فهل بالضروري ان كل شخص لازم يدش وياخذ لغه، يعني خلينا نقول دوره في لغه الجسد؟ شوفي، كاساسيات لازم، لكن بعمق لا والله انا ما ايد. ولكن انت في محل، في مكانك هذا ككونك مذيعه، خصوصا مذيعين الاخبار او المقابلات السياسيه، انا يعني اتمنى انهم يعني ياخذونها او يعني يطبقون هذه الاشياء، لانهم راح يعرفون اذا الانسان اللي قدامهم اللي قاعدين يحاورونه والله صادق، ويقدرون بعدين يعني بطرقهم طرقكم الملتويه هذه شلون يعني تسالونهم او تضغطون عليهم لاستخراج الاجابه اللي انتم تبونها. حلو. يمكن انا قاعده اشوف وياك
استاذة زينب بعض الإشارات، فيا ريت تتكلمين عن الصور الموجودة والإشارات اللي قاعد نشوفها، فشنو تمثل لنا هالإشارات هذه أو عن شنو تعبر؟ أول شيء هذه الإشارات اللي موجودة هني إشارات اللي هي الجسم مالت الصم والبكم، يعني هذه ما لها شغل في 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 موضوعنا أبدا، ولكن هذه الحركات يعني احنا نقدر يعني ناخذ منهم يعني في شغلات معينه او اشارات تجينا بامكاننا ان احنا نعرف انه والله نفسيه الانسان شلون صايره هني. يعني خلينا نتكلم اول شيء عن الثلاثه اللي موجودين مع بعض، موجودين ويانا هنيك بالصور، اللي بالصور والله شايفه المره اللي بالنص صايره هذه اللي يمكن اللي صايره بالوسط ويانا هني، انا قاعده اشوفها بعد اذا كانت واضحه الصوره ويانا. المرة اللي بنص عن شنو تعبر؟ انا قاعد اشوف كل شخص ماخذ له نمط معين. طبعا أي. يعني المرة الحين معطيه وجهها حق الشخص اللي في مقابلها وتاركه الانسان اللي وراها، هذا دليل على ان هي انسانه يعني ما تحب يعني تكون وايد يعني اوبن بالنسبه للناس كلها، يعني حدها شخص او شخصين او يمكن هي غير مائله لهذا الشخص الثاني. فيعني في سبحان الله تميل، فتميل شويه، هي يعني حركات نفسيه لا اراديه تصير. ممتاز. وهذه دائما نشوفها صفطه الايد اللي شوي هي صفطه الايد تختلف بطريقه دخول الاصابع او الايد ان كانت داخل، يعني خلينا نقول اذا كانت داخل او كانت برا. اذا كانت داخل هذا دليل ان الانسان يعني مثلا بما ان انت يعني والله انا قاعده اتحكى معك ولكن انت ما تبي يعني ما تبي تردين علي، فقط مستمعه او يعني مو عاجبك الموضوع اللي احنا قاعدين نتكلم فيه او انت منغلقه على نفسك، فشوفي يعني في كذا إجابة للموضوع. خصوصا أنا ليش أنا قلت لك إن الإنسان تصرفاته الحدث هو يجعل الإنسان أو نفسية الإنسان هي الظاهرة، تترجم خلينا نقول على يمكن حسب الحدث الموقف. او حسب الموقف اللي يكون موجود. والحركات اللي قاعد نشوفها يمكن هذه بعض الإيماءات اللي في لغة الجسد، وهو شخص واقف وقاعد يسوي بعض الحركات. شوفي هو الحركات هذه اللي بالايد خصوصا اللي نستخدمها لازم تكون نطالع تعابير الوجه، هل ان هي التعابير كانت عصبيه او مرتاحه نفسيا او مبتسمه. ممتاز. وعندنا بعد هالصوره هذه يمكن ايدين مع بعض، اعتقد التصافح يمكن الصور اللي قاعد نشوفها او بعض اللقطات يمكن في لغه الجسد. لغه الجسد خلينا نقول علم جميل، علم يعطينا كثر ما نقدر يعني بعض الامور، بعض الاشياء المبهمه اللي يكون الواحد مو عارف فيها اي شيء، بس لما اشوف انا هالامور هذه خصوصا الحركات اللي تكون دائما يعني بشكل مباشر هي الايد او مثلا شلون الوقفه او المشي او حتى طريقه المحادثه. بس يمكن بنتكلم شوي ان لغه الجسد كون كثير من الاشخاص او الشباب يمكن يتجاهلون هالشيء هذا او مو عارفين، فشنو برايك يعني من وجهه نظرك هل ممكن الواحد بالفعل انه محتاج انه يتعلم هاللغه هذه عشان اقدر اتواصل مع غيري او افهم يمكن تعابير اللي قدامي؟ شوفي انا قاعده اقولك من قبل ان الانسان لابد انه يعرف الاساسيات، لكن بتعمق هذه راح تسبب لنا ازمه. لكن في اماكن معينه يعني في اعمال مثلا المدرسات، انا احبذ ان المدرسات لازم يعني يتعلمون هذه اللغه عشان طريقه التواصل تكون سهله بينها وبين التلاميذ. حلو. او الدكتور مثلا ساعات يكون في مرضى يعني يستحون انه يتكلمون او يعني ما ادري، خصوصا دكاتره الامراض النفسيه طبعا هم يعرفون، ولكن لغه الجسد هذه مو الكل متخصص فيها، هي تخصص يعني خارج عن الطب هذا. بس انا اتمنى يعني هم الدكاتره التربويين طبعا رجال الشرطه طبعا اهم الجيش، يعني انا اتمنى هذيلا يعني انا اتمنى انهم ياخذونها عشان يعرفون الناس اللي قدامهم يعني شنو احتياجاتهم. ممتاز. انا يمكن لما خذيت الدوره عن البادي لانجوج فحلو الواحد صار يترجم، لما احد يقعد قدامي صرت على طول اترجم يعني على حسب الموقف او الحدث اللي يصير صرت اترجم من خلال يمكن حركاته وطريقته، فحلو الواحد انه مثل هالامور هذه تكون واضحه قدامه.
بس لغة الجسد يمكن هل هي خلينا نقول تعد كعلم يمكن علم معين مثل علم خلينا نقول فراسه ولا لا؟ شوفي هو في اختلاف ما بين علم الفراسة وعلم لغة الجسد. علم الفراسة يختص بالخلقة والخلق. ممتاز. انزين، لكن لغة الجسد تختص في نفسية الإنسان أثناء الحدث. فهذه فيها فرق وايد، يعني احنا في علم الفراسه نقدر نتعرف على هذا الانسان اذا كان ذكي، اذا كان خبيث، اذا كان محتاجين نعرف هالامور. اي هذه من مثلا تدويره الوي، هل اذا كان مثلا موهوب مثلا مبدع في علم الفراسه. لكن في لغه الجسد لا، اثناء الحدث حالا شنو نفسيه الانسان في هذه اللحظه. هذا الفرق اللي بين اللي دائما ساعات الناس يغلطون فيها. اي لغة الجسد نفس علم الفراسة لا، وبعدين علم الفراسة في اقسام كثيرة، يعني تختص في الانسان وتكرمون الحيوان والنبات. ففي فرق وايد بعيد بعيد كل البعد عن بعض. في فرق، احنا لو بنتعمق يمكن حتى بعلم الفراسة هم علم حلو الواحد يستفيد ويعرف طبعاً بعض الامور. ايجابيات علم الجسد يعني او خلينا نقول لغة الجسد، اذا انا ابي افهم هالايجابيات هذه بدون ما انا اكون مثلا خلينا نقول عندي بعض الحركات او عندي خبره معينه في لغه الجسد ما اقدر اتواصل معه او اتفاهم معه، شلون اقدر اعرف الايجابيات؟ شوفي هو في مثل ما نقول احنا عندنا حركات تساعد الانسان على تسوية أموره في المناسبات مثلا أو في العمل أو حتى مع عامة الناس، ولكن في إشارات ثانية تعتبر من تسبب مشاكل. إشارات تسبب مشاكل. إيه طبعا الإشارات أعطينا بعض الأمور الإشارات اللي ممكن تسوي مشاكل، يمكن الواحد يتصرف وما يدري أن هذه تسوي مشاكل. يعني مثل ما طلعنا قبل شوي سالفة الوقفة هذه، يعني أنا لما مثلا أعطي ظهري حق الناس أو طريقة وقفتي لكن وجهي مثلا للباب، يعني هذه صعبة. يعني اوكي انا ما فيها بعض شوي يعني احترام الغير. طبعا طبعا في حركات يعني هي تكون لا إرادية، لا إرادية تطلع، لان هي يعني مندمجة مع العقل الباطن للإنسان. لكن لازم الإنسان على كثر ما يقدر يحاسب على هذه الأمور، يعني هو يعتبرها بسيطة لكن هو لازم يحاسب عليها. يعني مثل ما قلنا سالفة اني انا وجهي للباب، وقفتي اني مخلية واحد يعني معطيته ظهري وقاعد اكلم انسان ثاني، طريقه سلامي مثلا يعني لا يعني اسلم واسوي كذي، لا 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 مو هذه. حركه الايد نفسها اذا كانت فوق او كانت تحت او يعني في المنتصف، هذه لها كلها تفاصيل معينه. تفاصيل معينه يعني انا مثلا يعني ما احط ايدي كذي يعني انا كني مسيطره على الانسان اللي قدامي. فعلا السيطره. اي ولا اني انا احطها كذي والله انا ضعيفه ويعني خلاص يعني كيفكم اللي تبي تسوونه. خليني انا يعني بالسيف سايد، انا واثقه من نفسي، انا مرتاحه، بامكاني انا اتحاور مع الانسان اللي قدامي وما في مشكله. الحين لما انا وانت قاعدين مثلا لازم تكون مثلا شتوفي مشدوده، ظهري مشدود عشان والله انا اتكلم معك باريحيه وثقه. لا اخلي او اذا انا الحين عندي مشكله في حياتي لا ابينها حق الانسان اللي قدامي بجعل هذه الكتفين مثلا قدام. حلو. ها يعني ومنحنيه ومنزله راسي، يعني خلاص عرفت انه والله هذا الانسان اللي قدامي عنده مشكله او عنده مشاكل. أو عنده مشاكل. ساعات ترى يعني لما أقعد أنا مثلا وحلل شخصية الإنسان عن طريق لغة جسده يمكن أكتشف أنه إنسان بعد عنده قروض. بعد عنده قروض ضروري عيل. زي شان يكتشف عنده قروض؟ ما هذه هي شوفي هي الأكتاف هذه كل ما انحنت أكثر وحط إيده وراسه بين شتوفه وبطنه، هذه يعني كثرة الهموم. أيوة. لا كثرة الهموم على هذا الإنسان لدرجة أنه يكون عنده قروض. هذه هي أهم شيء قروض. أهم شيء قروض. لأن فعلا أيوة. يعني إحنا هذه تصير على حسب دراسات، فنسأل كل واحد يعني لما يسوي هذه الحركة أنت شنو مشكلتك؟
فيقول لك 1 2 3 هذه الاشياء اللي تكون عنده. حلو، مبين علي قرض ولا لا؟ لا انت لازم تكونين يعني الحين في بما ان قدام الناس والشاشه لا الوضع لازم يختلف يعني الحين انت بعدين يعني كنا قاعد جلسه انا وياك ان شاء الله من بعد الفاصل وعد تعطينا تفاصيل اكثر. انزين لما انا اكتسب لغه الجسد واتعلم واستفيد شنو ممكن يعني خلينا نقول الحواجز اللي اقدر اكسرها؟ يمكن الواحد يكون شوي ما عنده ثقه، ما عنده مثلا جراه، فهل من خلال ما اتعلم انا لغه الجسد تكون عندي جراه اكثر، تكون عندي ثقه بنفسي اكثر؟ هو فعلا لما انا اتعلم على الاساسيات بما اني انا انسانه مو واثقه في نفسي او خجوله راح يعني يزيد عندي شويه الثقه بالنفس ويعني يتلاشى هذا الخجل، لكن في نفس الوقت انا اهم شيء اني ابين للانسان اللي قدامي ان انا انسان قوي في هذه الحركات تساعدني على انه يعني مثل ما نقولها بالكويتي ما يقص علي الانسان المقابلي. فاحنا يعني ساعات في الدول الاجنبيه لما يسوون مقابله شخصيه اللي جاي يقدم على العمل واعتقد ان هني يسوونها يعني في اماكن معينه، احنا متحكين وين الاماكن هذه، بس في اماكن صحيح انهم يبون واحد متخصص في لغه الجسد ها يراقب هذا الانسان اللي قاعد يجاوب على الاسئله من طريقه نبره صوته، حركه شفايفه، عيونه وين تروح، قعدته، كلها هذه تأثر. هل الإنسان هذا واثق من نفسه فعلا، قادر على تحمل المسؤولية، هل إنه قادر على إن يكون تحت ضغط العمل؟ حلو. هذه كلها تأثر عليه أكيد. فالله يعينه إذا هو جاي يقدم بعد على وظيفة وفوق يمكن الأسئلة هم بعد لغة الجسد، فهو حلو الواحد إنه يمكن حتى شبابنا ما شاء الله عليهم قاعد نشوف إن الشباب الحين يمكن غير عن قبل، الحين المواقع التواصل الاجتماعي الإنترنت صار الواحد يدش بأمور كثيرة. صحيح. فحلو إن الواحد يعني يكتسب خبرة ويعرف، ومو غلط إن الواحد يدش يكتسب هالمهارات وياخذ دورة بلغة الجسد تفيده بحياته، تفيده حتى بعمله، وتفيده في كثير من الامور ويتفهم غيره. صح. يعني اهم شيء واحد يفهم الطرف الاخر عشان ما نحكم يمكن على غيرنا بالغلط او نتخذ اتخاذ خاطئ، يمكن رايحه عند في البعض يمكن بعمله. صح. محتاج انه يعرف شلون يقابل مديره. صحيح. يعني يمكن في المدير الزملاء في العمل، لكن في ناس يعني انا اعطيتهم دورات يعني تخيل انهم يبون يعرفون هذا الانسان اللي قدامه كذاب ولا مو كذاب. اهم شيء هذه النقطه، اهم شيء هذه النقطه. لا ساعات يعني يطرشوا لي والله صورته، ها استاذه هالحركه هذه شنو معناتها، صدق كذاب ولا قاعد يتكلم صدق؟ انزين يا جماعه احنا ما ليش ندقق، ما نحكم، ممكن ليش ندقق على كلمه انه هو كذاب ولا مو كذاب؟ في اشياء شغلات ثانيه اكيد نكتشفها. يعني احنا انا مثلا يعني اذا ولدي مثلا انا لو اتعلم لغه الجسد عشان افهم نفسيه الطفل اللي موجود عندي في البيت او في المدرسه، يعني انا ساعات يعني تجيني مشاكل من اولياء امور او بالمدارس، والله انا عندي والله طفل يعني عصبي، حركات يسويها بيدينه، حركات في راسه، عيونه رايحه يمين ويسار، تكون تصرفاته طالعه غير عن الاراده. إيه؟ والواحد ما يقدر شلون يتعامل معه او يتصرف معه. فانت من خلال هالشيء هذا ومن خلال المشاكل اللي شنو تنصحينهم من خلال برنامج شباب قالوا فعل؟ والله انا انصحهم مثل ما قلت لك من اول، اهم شيء ان التربويين يتعلمون هذه اللغه، وايضا الناس الثانيه يعني انا اتمنى انهم يستخدمونها في حياتهم الاجتماعيه لتقويه الروابط الاسريه مع الاصدقاء، مع المدير مثل ما تفضلتي. أكيد. يعني هذه الاشياء يعني احنا ساعات نقول والله بسيطه او ما لها معنى، بس هي تترك اثر، يعني ان كان اثر ايجابي او سلبي. فليش احنا يعني دائما احنا نخلي الانسان اللي قدامنا يفهمنا بطريقه خاطئه ما تكون عدل او سلبيه؟ فليش انا يعني ما اكون دائما حتى لو ما كنت احبه يعني خليني انا يعني شويه يعني على الاقل اني اصلح الحاجز المفاهيم او الحاجز اللي تصير. فانا دائما يعني حتى قاعدتي بالحياه انه دائما الانسان لما يفكر بشيء كثر ما يقدر
لا يفكر بالسلبيه، لا يمكن يحكم على الغير بسلبيه. حاولوا تفكرون بايجابيه، يعني دائما نحط الايجابيه قدام عنا قبل ان احنا نتهم الشخص اللي قدامنا او ممكن ناخذ بسوء فهم. صحيح. فنتمنى من الكل يعني دائما يحطون الايجابيه، خلينا نقول جبال عيونهم، ودائما طالع الدنيا بعيونك لا تطالعها بعيون غيرك. صحيح. فالواحد اكيد وده انه يستفيد اكثر واكثر منك استاذه زينب، وانا ادري الحين المشاهدين والمتابعين ودهم يعرفون الانستغرام الخاص فيك، يمكن اللي حاب ياخذ دوره، اللي حاب ياخذ بعض المعلومات، فريت كان الانستغرام ويانا على الهواء. فاكيد دورات الزيادي دورات الزيادي اللي حاب يدش اكيد ويستفيد ويعرف، او عنده اي استفسار استاذه زينب ما راح تقصر معاكم. اكيد اكيد، واهلا وسهلا فيهم وفيك بعد ان شاء الله، يعني بعد الله يوفقك يا رب وتكوني دائما في اعلى القمم. للامان استفدنا تسمين. والمشاهدين اكيد استفادوا، خصوصا من بعض الحركات اللي دائما نشوفها ظاهره قدامنا. قواك الله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا متواصلين معاكم من خلال برنامج شباب قول وفعل اكيد، ومع فقرات جميله وضيوف مبدعين، ولكن من بعد هالفاصل.